طبعا طبيعي النادي الاهلي كنادي القرن وممثل الانديه الوطنيه في العالم العربي كله ان يكون ليه دور قومي ووطني في مصر، والدور ده من خلال المره دي من خلال الدوره البطوله الدبلوماسيه حاجه جميله وراقيه. يعني قعدت مع سفرة هنا كان الفيدباك بتاعهم حاسين بالفخر كده بالنادي الاهلي وبالتنظيم الرائع للنادي الاهلي، ودي بيبقى ليها مردود كبير جدا في كل المجالات سواء المجال الاقتصادي او السياسي او مجالات بتخدم على كل الفرق الوطنيه او على بعثاتنا ما بتكون موجوده بره من خلال العلاقات اللي بتنشا مع السفراء من خلال البطوله والدوره دي. فكعادة النادي الاهلي الحمد لله له رياده في الامور دي دايما. والله انا